بيحصل؟ مثلا شخص جاله ديدان في بطنه، ممكن الديدان دي بترمي كل فضلاتها البرازية في قلب البطن. اسال حضرتك سؤال اكيد برضو الناس كانت كده، يعني ايه ديدان في البطن وبتيجي ازاي وايه لو قصتها؟ الواحد اكل اكل ملوث ببيض الديدان او بالدودة نفسها، بتدخل البيض ده سبحان في قلب الله البطن، والبطن ده 9 متر امعاء مع سبحان قولون الله، متر ونص، حياة جوه. بتتكسر البيضة وبيتفقس جواها دودة، ولما حضرتك بتيجي تشوفها تحت الميكروسكوب دودة في دودة بتتحرك، عايشة جوه ولو حضرتك شفتها تحت الميكروسكوب يمكن يعني ما تنامش يومين سبحان من الله. راسها اللي فيها شكل متوحش بأسنان بتغرس في جنب في جدار الأمعاء، تمص الدم وبتتكاثر بقى جاهز جوه وتعيش اكتر. وتتبرز وتطلع مخلفات، وكل دي سموم في قلب الجسم، وكل ده بيعمل عسر هضم ويعمل ان الدم اللي انا شوف تخيل غذائي ده في جوايا وحش عمال يشربه أعوذ بالله. لبناء ايه؟ اولاده، يخلف ويتكاثر. في ناس ساعات بيجيلها انسداد بتكتشف ازاي معوي من دكتورة؟ الامعاء، يعني بتكتشف لما ازاي؟ بتكتر الديدان طبعا لما بنيجي نشك في حاله العيان، في بعض الديدان بتلاقي العيان بيوصف يقول لك انا بحس بيها بالليل وانا نايم، حس دي بإيه؟ بانها بتتحرك في الشرج، سبحان فدي الله. نسميها ايه؟ ديدان الشرجيه. فنعمل تحليل براز نلاقيها يا اما هي نازله يا البيض بتاعها، زي البلهارسيا برضو دوده موجوده في الكبد او في الكلى وبترمي البيض بتاعها ينزل في البراز. الحمد لله ربنا خلصنا منها. ففي العادي ان احنا الدوده دي عايشه وبتخلف بتفقس بيض طيب والبيض بينزل، واحنا التخلص منها بنلاقيه بقى طبعا حلو جدا، احنا ما عندناش مشاكل فيها، احنا بندي ادويه وبيخفوا. باذن الله. المشكله انها كتير طيب دلوقتي يعني منتشره، منى يعني بتقول لك، كتير يعني دلوقتي منى بتعترف ان اختها عندها ديدان. خلاص تتعالج من الديدان ده نمره بالظبط واحد لسه هقول، يعني طب ما تخلصوش منها ليه؟ يعني هم بيقولوا لان ان ده طب عايز اقول ده امر واقع، لا مش عندها ديدان. ما فيش حاجه اسمها هي امر قالت كده، واقع ان انا انا يبقى حسيت عندي ان كان عندها ديدان، يعني يعني حاجه عاديه. لا مش عادي، طيب وما يتخدش هي منتشره، بس انتشارها لا يعني ان هي لا تستوجب العلاج. زي البلهارسيا ما كانت ماليه البلد عندنا، ولما بنكافحها بتقل، بس ده تمام. مش معناه ان انا اقبلها، لاني هقبل معاها انيميا، هقبل معاها نحافه، هقبل معاها ضعف عام، هقبل معاها اذا امراض. بالنسبه مثلا لاخت منى، عشان نخلص من الجزئيه دي، وفي نفس الوقت احنا بنتكلم عن السبب الرئيسي من احد اهم الاسباب النحافه هو الديدان. ادي حاجه، اول حاجه تتعالج من الديدان. الاكل لازم يكون نظيف لا مطهي اقصد حلو معالج تتعالج منه، لازم. وفي نفس الوقت يفضل كمان لما بيكون حد نلاقي عنده ديدان واحنا بنبحث في النحافه في الاول بنعالج البيت كله. البيت كله. لان هي بتبقى معديه، يعني بيكون الواحد في الغيرات الداخليه دخلت بتتخلط على الغيرات الاخرى، الاكل مطهي للجميع، وممكن تكون الام هي اللي ناقله العدوى، فبنعالج الكل يعني سهل وبنكوي كل انتشارها وسهل الهجوم. نقلها يا دكتور بقى طبعا قوي. بين الاسره. مجرد الخضروات التي لم يتم غسلها بشكل جيد تنقل الديدان، لان الديدان اغلبها موجوده في الورق يعني هل نتخيل ان وفي معظمنا عندنا الخضروات ديدان يا دكتوره؟ الورقيه. هل ممكن نتخيل ان معظم الناس عندها ديدان دي؟ طبعا كتير، كتير حضرتك من غير ما يحسوا. لو ساندوتش الفول والطعميه ده مش مغسوله السلطه بتاعته كويس، واخده حقها في الغسيل، البيضه لازقه في قلب الورقه وانا هاكلها. سبحان الله. طيب ناخد تليفون ونكمل. الو، منتشر. انت ايوه خوفتيني السلام على فكره. عليكم. لا الو، ايوه السلام عليكم، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتوره؟ اكيد معاك الدكتوره، اتفضلي. فنشرف بحضرتك، السلام عليكم يا دكتور. نتشرف عليكم السلام بحضرتك. ورحمه الله وبركاته. انا مدام منى. مدام منى اتفضلي يا مدام منى. انا يا دكتور. ايوه معاك حضرتك الدكتوره معايا. اتفضلي. بقول لحضرتك انا عندي ابني عنده 6 سنين بس ضعيف جدا جدا يا دكتوره خالص. هو كان عنده دوده دبوسيه الكلام ده مثلا كان من السنه اللي فاتت وانا عالجتها، بس هو في النازل وعلى طول يشتكي في بطنه والاكل قل وحركته حتى هو قلت خالص، فانا صراحه قلقانه وخايفه يعني يكون فيها مشكله. هل هو بعد ما بياكل بيحس بانتفاخ والام في بطنه؟ انا مش سامعه. هل بعد ما بياكل بتاكليه سامع مدام بيحس هنا؟ بالام في بطنه وانتفاخ؟ لما بياكل بيبقى فيه الام في بطنه. تمام. بيجيله بعض الاوقات بيشتكي في الحمام من اسهال؟ بعد الاوقات ايه؟ يجي يجيله اسهال. 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 ايوه بيجيله اسهال. انت اعملي له تحليل براز تاني، الدوده الدبوسيه اللي انت بتتكلمي عليها دي اللي هي بتبقى شرجيه طب حضرتك خلاص عشان نقفل طب مدام معاها. منى، مدام منى خلاص. اسمعي بقى بالتلفزيون عشان تعرف تسمعي كويس، واضح ان الاتصال مش بص حلو. حضرتك الديدان دي في منها جزء محسوس اللي هي الديدان الدبوسيه دي بتطلع للشرج، ايه دي الدنيا الدبوسيه؟ دي ديدان حجمها صغير كده وشبه الدبوس، بتغز في قلب الشرج، فعشان كده الشرج فيه جلد حساس في الاعصاب فاحنا بنحسها، لكن الديدان اللي جوه في الاحشاء الاعصاب بتاعت الامعاء مش ما بنحسهاش، المعده والامعاء بيتحركوا بدون ما نحس، عشان كده هي فبيبقوا موجودين واحنا بتاخد مش تغذيتها، عارفين بتاخد اكلها، احنا مش حاسين بيها. مش حاسين،
فما بنعرفش. لكن الدود الدبوسيه بنحس بيها، بنعرف من العرض الجانبي ان انا بعد ما اكل بحس بانتفاخ شديد، بحس بالام ومغص، لان هما بيقطعوا في الجدار بتاع الامعاء. يا ساتر يا رب. وبينزفوا. طب تقولي مدام منى ايه تعمل ابنها ايه؟ طبعا تحليل براز، وتبتدي تعالج الديدان دي لما تتاكد ان يجي لها ثلاث تحاليل ورا بعض نضاف. تاني حاجه، هو طبيعي ان الشخص يعني ايه تحليل نضيف؟ يجي نيجاتيف، يعني ما فيهوش ديدان، ما فيهوش ديدان. تمام. بعد كده هي في نفس الوقت انا عندي خساره دلوقتي في الصحه، وعندي خساره في الجسم بتاعي، هبتدي ابني الجسم ده تاني من جديد بقى. لو انا جيت ااكله، هو دلوقتي الجهاز الهضمي بتاعه وقع لانه اصيب. تمام. يبقى لازم ادي حاجات تساعد على الهضم شويه، فبين في كل الوجبات بدي هاضم، ودي حاجه تخلي مريض النحافه وهو بياكل ياكل مرتاح، وبعد الاكل ما يحسش بالتعب. لان حتى المرضى الكبار لما النحافه بتطول لفتره طويله، الجهاز الهضمي بتاعنا، الامعاء بتاعتنا فيها زوائد. مع مرور الوقت لما انا العضلات اللي في دراعي وفي جسمي بتضمر، الامعاء دي نفسها بتتقلص وترفع ويحصل فيها ضمور. وكل الزوائد دي اللي هي واقفه في الرجل في الامعاء كده تعتبر اتشالت خالص، فالسطح بتاع الامتصاص بيقل. مهما تاكله هو هياخد جزء بسيط والباقي هيخش الحمام يفضيه. فبالتالي انا عايز ابني حتى اللحم بتاع الامعاء. يعني سبحان الله دكتورة، اللي عنده أي نوع من أنواع الديدان قبل أن يعالج بقى أي أسباب النحافة، يعالج الديدان الأول لازم، ويودي له حاجة تساعد. وده هو ده هو السبب الرئيسي عنده، وأكل خفيف مغذي. ولكن مريض النحافة أنا حتى عايزة في الآخر أبقى أقول لهم برضه ياخدوا